يجيبوا بقى ايه كلية توأم مثلا وحاجات بالشكل ده، يقعدوا يصنفوا لغاية ما يجيبوا شفرة وده فين؟ مشكلة، لأن كل واحد فينا مش مجرد إنسان، لأ ده فلان الفلاني، وكيماويا ربنا اداله شفرة كيماوية خاصة بيه. أنا جوايا بروتينات وأنت بروتينات، لكن لأ البروتين بتاعي عليه ختم مصطفى فلاني فلاني الفلاني، والبروتين بتاعك عليه ختم اسمه علي ولا محمود ولا فريد، كل واحد عليه ختم كيماوي شفرة خاصة بيه. ودي حاجة غريبة في الحياة برضه، الفردانية الاستقلالية الذاتية، الهيئة الخاصة في الشكل وفي التركيب وفي الكيمياء، ده لدرجة ان البصمة كمان ما فيش بصمتين زي بعض من اول ما ربنا خلق ادم لغاية دلوقتي، في 4000 مليون على الكرة الأرضية كل واحد له بصمة، وعبر التاريخ عمر البصمات اتكدرت، والتوائم مختلفين برضو في البصمة، للدرجة دي في فردانية. خدناها منين؟ برضو لما ربنا نفخ فينا من روحه بحكم كونه الواحد الأحد، خلق علينا من وحدانيته، ادانا برضو ان الواحد يبقى فينا كل واحد فينا واحد واحد بالذات، مش اي واحد، لا دي برضو خلعة خلعت علينا من الخالق لما نفخ فينا من روحه، خلع علينا الواحدية دي الفردانية دي، فاصبحنا كل واحد مش مجرد انسان، لا فلان الفلاني. دي برضو حاجة غريبة جدا في الكائنات الحية.